اسمع انت ايش يقول لك، رمضانك اجمل مع اجمل. اسمعوا العروض الطيبة اللي جايبين لكم اياها في كل افرع اجمل في عمان من 20% إلى 50%. تعالوا بنوريكم الباقات والباكيجات والاسعار الطيبة. انا اخترت فرع اجمل اللي في الخوض عشان اوريكم فيه الاسعار. تعبنا لغاية ما طلعوا الناس من الزحمة. اول ما تدخلون المحل تعالوا مباشرة عند هالباقات الطيبة. سبيل المثال اني عندكم ثلاث عطور مع بعض من افضل العطور، من 33 صاروا ب 25 و300، والباقة هذه ب 24، والباقة هذه ب 23، والباقة هذه ب 15. اللي ياخذوا اجمل عطوراتهم بيعرفوا ان فعلا هذه اسعارها مخفضة. هالطقم النسائي المميز الحين ب 18 و500 للهدايا، وهني ب 21، وهني ب 23، وهني ب 18، وهذا البخور عليه 50% خصم الان ب 7700، وهني الديسكاونت 20% صار ب 13، ثلاث علب. عطر مزون وعطر هيثم الفخر عليه 50% خصم، الواحد صار ب 13 و100. بيورلي اورينت هذولا اربع انواع وكلهم عليهم خصم 50% صاروا ب 39 و700. الله على هالطقم المميز بلون علم عمان عليه خصم 30% الحين ب 51 و100. هذا البوكس عهد العطاء وهيثم فخر وقابوس الخالد ب 44 ريال، من كان سعره 73. هذا الطقم فخم، كل جديد مع اجمل. اختاروا بس البوكس اللي تبونه والهديه اللي تبونها بالسعر المناسب. هي هذه الاصدارات الجديده اللي وصلت حديث مع اجمل. انا عيني انا خاطري افتح دهن العود المعتق، خاطري افتحه حريم. هذا كمية محدودة وإصدار جديد وعليه خصم 50% على 11 ريال. يا تلحق يا ما تلحق، أنصحكم تجربون هالثلاث عطورات. واني على المكان المهم في أجمل، خشب العود ودهن العود، هذا الإصدار المحدود، هذا الدمار اللي ما ينزل إلا في رمضان. شفتوه؟ شفتوه في برج الصحوة لما يو طار وطلع؟ معناته ما لحقتوا عليه بيطير وبيروح. عود الأسام الهندي صار بسبع ريال وثلاثمائة وخمسين. عود سيوفي كلكاسي بسبع ريال وثلاثمائة وخمسين التولة. عود الكمبودي ب19 ريال و950 بيسة يا بلاش. أسام الموري ب8 ريال و400 التولة. عود صلالة ب6 ريال و300. أما بالنسبة لهذه الأدهان أنا بقولكم تعالوا والحقوا قبل الله يخلص رمضان. يا جماعة أبشركم متبقي عندنا ثلاث سحوبات كل أسبوع سحب. طيب يا محمد شو نسوي؟ بس كل ما اشتريت ب25 دخلت في السحب، وكل أسبوع جوائز قيمة ترياكم. تخيل تشتري عرض عليه تخفيض من 20% إلى 50% وتفوز بآيفون 15، هذه فرصة. كل أفرع أجمل في عمان هجوم.